السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم محمد زيدان في حلقة جديدة من حلقات كورة سبورت. زي ما تعودتم حلقاتنا فيها كل الحلقات اللي تخص النادي الأهلي ورد على كل المرتزقة اللي بيهاجموا النادي الأهلي. لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. نبدأ زي ما حضراتكم متعودين بأخبار النادي الأهلي في البداية. النهاردة المران وكابتن موسيماني عمل محاضرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز وتحضير أيضا للمرحلة المقبلة في كأس العالم للأندية. النهاردة حرص موسيماني على جلسة كده مع أحمد رمضان بيكهام وبواليا للحديث معهم على بعض الأمور الفنية طبعا للتجهيز للمرحلة المقبلة. النهاردة الحمد لله أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا للسفر مع الفريق إلى الدوحة بعد سلبية مسحة الطبية التي خضع لها اللاعب الحمد لله. أيضا وليد سليمان وكريم نيدفيد بيستكملوا برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، والنادي الأهلي بيجري مسحة طبية استعدادا لرحلة كأس العالم للأندية. أما بالنسبة لإصابة محمد هاني، الحمد لله الإشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي يستمر 5 أيام قبل العودة للتدريبات. والحمد لله اللاعب هيتواجد معنا بإذن الله في مباراة الدحيل القطر يوم 4 فبراير المقبل بإذن الله. طيب نادي الأهلي ليه مجهدش ملف خاص يعني بأخطاء التحكيم وأرسله لاتحاد الكرة؟ طيب النادي الأهلي بيرفض حتى الآن استقدام حكام أجانب بسبب ما ستتحمله خزينة النادي من أموال طائلة رغم ضعف الموارد حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا وتأثيره على المجال الرياضي ككل، ولكن بيجهز ملف بأخطاء التحكيم. طبعا الملف سواء اتجهز أو ما اتجهزش أنا استفدت إيه كنادي أهلي اللي زي ما حضراتكم عارفين موقعنا في أكثر من مباراة، مباراة سيراميكا وقعونا والبنك الأهلي وقعونا ومبارح في مباراة بيراميدز وقعونا، ويعني مش عارف مش عايز أتكلم تاني على التحكيم، اتكلمنا مبارح بما فيه الكفاية. طيب رسميا نجم نادي الزمالك مصطفى محمد سيغادر إلى تركيا الخميس بإذن الله من أجل الانتقال لصفوف جالت سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار. جالت سراي نجح في استعارة اللاعب لمدة موسم ونصف، واللاعب إن شاء الله الخميس القادم هيروح النادي هناك بإذن الله وربنا يوفقه إن شاء الله ويبقى يعني صفقة كويسة للنادي التركي. طيب بالنسبة لنادي الزمالك هيعتمد دلوقتي على اللاعب أسامة فيصل وأيضا اللاعب سيف جعفر من ناشئين نادي الزمالك، أما الوجهة الخارجية فهيستقدم واحد من الثلاثة دلوقتي بيحاولوا يخلصوا فيهم قبل ما سوق الانتقالات يقفل. ثلاثة هم محمد رزق وحسام حسن وباسم مرسي. النهاردة نادي الاتحاد سكندري بنتمنى له للاعبته الشفاء بيعلن في بيان رسمي إلى اتحاد الكرة عايزين يأجلوا مباراة فريقهم أمام غزة المحلة بسبب إيجابية مسحة 13 لاعب بين صفوف الفريق، ربنا يشفيهم ويعافيهم بإذن الله. طيب أيمن حفني في الزمالك لعقد جلسة مع مسؤول نادي الزمالك لبحث إمكانية عودته والاعتزال بقميص الفريق الأبيض. طيب امبارح طبعا بس امبارح اللاعب أيمن حفني كان نزل بوست كده على فيسبوك إن هو بيتمنى يرجع نادي الزمالك ويختتم حياته هناك، وانا من وجهة نظري ان النادي الزمالك المفروض يكرمه يعني رمز من رموز النادي، وراجل عايز يعتزل في النادي. نادي الزمالك فريق كبير، وايضا ايمن حفني لاعب محترم وخلوق جدا وعنده مهارات عالية جدا يعني. طيب بالنسبة بقى للمرتزق عمرو الدرديري الكذاب وعلى خطى خالد الغندور، بارح دايما يعني سيف زاهر بيجيب مع واحد كل الاحترام ليه من النادي الاهلي ولكن ضعيف في الرد كشخص، ضعيف يعني راجل محترم وعلى دماغه ولكن كرده ضعيف جدا 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 ومش قادر يرد على الراجل اللي قدامه المرتزق اللي اسمه عمرو الدرديري. الراجل بيقول الدرديري انا في حاله دهشه من الاسطوانه المشروخه اللي بيرددها جمهور النادي الاهلي وزعلانين من الحكام، ما احنا طول عمرنا عارفين ان الحكام بيساندوا الاهلي، ايه الجديد يعني؟ الاهلي لما هو متضايق من التحكيم المصري رفض الحكام الاجانب ليه؟ حاجه غريبه. يا سيف يا زاهر الزمالك اتظلموا تحكيميا في مباراه اسوان واتكلمتوا على استحياء ساعتها ليه؟ وليه لما بيبقى في حاله جدليه كابتن شوبير بيجيب الفقره التحكيميه للنادي الاهلي اول فقره عكس نادي الزمالك بتتحط في الاخر وبتتقطع منها؟ الزمالك كان المفروض متصدر من مباراه اسوان لولا التحكيم، محدش يقول لي بسبب العارضه انتوا عارفين او انتوا عاوزين تطلعوا شكل الفار وحش عشان تلغوه، لا مش هيتلغي، لكن لازم اللي قاعدين على الفار يبقى عندهم ضمير اكتر من كده.
ومع احترامي لكابتن احمد الشناوي خبير التحكيم، هو خبير في ايه؟ التحكيم عندنا وحش جدا، يبقى ازاي في خبراء؟ طبعا الراجل طالع وبيجيبوا سيف عشان يهاجم في النادي الاهلي على خطى برنامج اللي بيجي على ام بي سي مصر بتاع مهيب. مهيب بيطلع مع ايضا رضا عبد العال، شغلتهم الهبيد يهاجموا النادي الاهلي وموسيماني. طيب وبيقول طبعا اللي هو مندهش من ان الاعلام متبني فكره انك تبيع مصطفى محمد وكل شويه لازم يتباع لازم يتباع، مش محدش بيقول محمد شريف لازم يتباع. يا اللي ما بتفهمش، محمد شريف ما جالوش عروض تناسبه، واصلا الراجل لسه مجدد مع النادي الاهلي، فازاي هبيعه وانا داخل على كاس عالم الانديه؟ يعني انا لاعب في الدنيا، اديني عقلك، ده لو عندك عقل اي لاعب في الدنيا عنده كاس عالم الانديه بعد يومين ثلاثه خمس ايام تقول لي جاله عرض وعايز يمشي، هيمشي يروح اي نادي هيلعب فيه تاني، مش هيشارك في كاس عالم الانديه. دي بطوله شرفيه كده وبطوله محترمه جدا لاي لاعب، شرفيه من ناحيه تاريخه مش من ناحيه القيمه بتاعتها، لا دي بطوله عالميه طبعا. ولكن بالنسبه ل في السي في بتاع اللاعب طبعا وكده، فالبطوله يعني بتبقى حاجه كبيره جدا وحاجه محترمه جدا في السي في بتاع اللاعب. مصطفى محمد بقى عبر تويتر بيقول كل ما يقال عني غير صحيح حتى الآن، لا أعلم لماذا يقف البعض في طريقي لتحقيق أو لعدم تحقيق رغبتي، خاصة أني لبيت كل طلبات النادي الزمالك. طيب اتحاد الكرة المصري يتقدم بطلب ترشيح للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021، وأيضا استضافة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عام 2023. طيب حضرتك عايز، يعني احنا بصراحة عندنا الامكانيات ونقدر نعمل بطولة مشرفة كنهائي بطولة دوري ابطال افريقيا او كأس امم افريقيا تحت 20 عام، من امكانيات نقدر ونعمل حاجة مشرفة. طيب ليه ما نعملش الحاجات دي في الدوري بتاعنا ويبقى من انضف الدوريات ونعلي قيمته التسويقية ويبقى باكتر من كاميرا ويبقى حاجة نظيفة جدا، والملاعب بدل قلة الادب اللي بنشوفها والقرف اللي بنشوفه ده؟ معرفش بصراحة ليه، بدل ما نفكر ان احنا ننظم حدث قاري ياريت نهتم بالاحداث اللي عندنا الاول. طيب خالد الغندور بقى وهو بيدور على مبرر لاخطاء جهاد جريشة بيقول غير مصدق ان لاعب، الراجل مش مصدق يعني، ان لاعب كرة سابق او حكم سابق يرى هذه الكرة مش فاول، طبعا بيتكلم على كرة بواليا مع شريف اكرام، بعد ان سيطر شريف اكرام على الكرة دخل الست ياردات وادى لاشتراك بواليا معه دون ان يلمس الكرة نهائيا. طب يا خالد غندور مين زق بواليا على شريف؟ دي اول حاجة. تاني حاجة مفيش ضرب متعمد من بواليا. رقم ثلاثة كلنا عارفين ان شريف الكرة بتقع منه من الخوف. طيب وبالنسبة بيقولك يعني الناس هو بيستعجب طبعا ان كابتن شناوي وخبراء التحكيم قالوا الكرة فاول يعني، وبيقولك ان قالوا الكرة هدف، من وجهة نظره ان الكرة فاول ومش هدف، فبيستعجب ان هم قالوا هدف. فبيقول لك ان بيخرج بعض المحللين وبيصيروا الفتنة، طبعا مصر كلها عارفة مين بيصير الفتنة، مفيش حد اكتر منك يا خالد غندور. وبعد كده كان الاعلام الزملكاوي عمرو السيسي، وايضا دلوقتي عمرو الدرديري، دول الثلاث اسماء اللي بيصيروا الفتنة الان داخل الرياضة المصرية. وبيتكلم طبعا هدف، بيقول لك ان ازاي بتعتبروه هدف والصفاره كانت قبل ما اللاعب يعني يحرز الهدف. طيب نادي الزمالك قائمته اللي ان شاء الله لمباراه مصر المقصه، طبعا القائمه بتشهد خروج مصطفى محمد وعوده محمود علاء للنادي الاهلي، في حراس المرمى ابو جبل وعواد طبعا استبعاد جنش، دفاع عوده محمود علاء وعبد الغني والونش وعبد السلام وعبد الله جمعه واحمد فتوح وحازم امام وحمزه المثلوثي وحسام عبد المجيد وفرجاني واوباما وطارق واسلام وامام عاشور وزيزو محمود عبد الرازق شيكابالا واشرف بن شرقي، والهجوم زي ما قلت لحضراتكم اسامه فيصل وسيف جعفر. ان شاء الله بتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله فيما هو قادم. شكرا لحضراتكم جمهور كوره سبورت بشكل خاص، جمهور الكوره المصريه بشكل عام. ان شاء الله لو في العمر بقيه نتقابل باذن الله وفيديوهات جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.